الحكايه الجايه. امبارح كان الفنان محمد رمضان دخل اتكلم عن المشكله بتاعته مع كابتن اشرف ابو اليسر. حضراتكم عارفين كان رمضان اتصور جنب كابتن اشرف، وطبعا هيئه الطيران المدني بعد كده وقفت الكابتن اشرف ابو اليسر عن الطيران، لانه يعني اعتبروا ان هذا الامر مخالفه كبيره. امبارح محمد رمضان دخل اتكلم وقال رايه، قال يعني انه ما يقصدش وانه هو مستعد يعمل اي شيء، وانه يعني ضميره مأنبه في هذا الامر. النهارده حق الرد، كابتن اشرف ابو اليسر عايز يرد على هذا الامر ويتكلم. اهلا كابتن ابو اشرف، ازي حضرتك عامل ايه؟ حضرتك يا فندم انا سعيد جدا اني بتكلم مع قيمه وقامه عاليه زي حضرتك. شكرا ليك فندم انك كنت معايا في الطياره في يوم من الايام. حصل يا فندم، انا ركبت معاك قبل كده. ايوه يا فندم، ورحنا فرنسا ونزلنا نيس كنا مع بعض. بالظبط كده يا فندم. ايوه يا فندم. الفنان محمد رمضان مشكورا على الاعتذار اللي قاله امبارح، ولكن انا كنت منتظر انه يتصل بيا ونحل الموقف مع بعض، انما الى وقتنا هذا لم يتصل بي الفنان محمد رمضان. طب انت ايه اقتراحك لشكل الحل؟ يعني هو لما يتصل اتفضل. انا بالنسبه لي المحامي اللي بيختص بشؤوني من زمان الاستاذ سمير امين اتصل بالمحامي بتاعه اكثر من 10 20 مره، ومره يرد عليه و15 لا، واخر حاجه اللي هو من الاربع خمس ايام اللي فاتوا دول كلمه ولا 10 مرات لحد النهارده كلمه وما ردش عليه. طيب انا مطلوب مني اعمل، طب انا مطلوب مني أعمل. حضرتك انا يعني قول لي ايه اللي في ذهنك للحل؟ يعني لما اتكلم انا النهارده انا النهارده تعبان نفسيا جدا من حاجه، ان انا راجل ليا تاريخي وليا مواقفي في طيران القوات الجويه والطيران المدني. انا كان نفسي ان تاريخي ده اللي كان فاضل له 3 سنين ونص ينتهي بتكريم، ما ينتهيش بإيقاف عن الطيران بالمنظر له. طيب خلينا بس نرجع تاني شوية للحادث نفسه. هو مين اللي اقترح انه محمد رمضان يجي يقعد جنبك في 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 كابينة القيادة؟ الله أعلم، أقسم بالله ان انا ولا اقترحت عليه ولا قلت له ولا، وطبعا طاقم الطيارة معايا شاهدين على الكلام ده. كل القصة ان الكوبايلوت اللي جنبي قام، وده من سوء حظي، قام يروح الحمام، وده طبيعي بيحصل. لقيت الفنان محمد رمضان واقف جنبي، وانت ركبت طيارتنا وشايف المسافه عارف بيني وبينك قد ايه. لا لا لا، هي دي طياره يعني خاصه صغيره، فاهم، وما فيهاش باب عازل بين الكابينه وبين الطياره. لقيت الفنان محمد رمضان واقف جنبي وقاعد على الكرسي اساسا مديني وشه، بيقول لي انا بعد اذنك عايز اتصور صوره علشان افرجها لابني. واقسم بالله ده حصل، هو ده بالظبط. انا طبعا ما اقدرش اقول لاي قيمه بتركب معايا في الطياره لا قوم، انا ما اقدرش. قلت له خلاص حضرتك خد الصوره اللي انت عايزها، بس من فضلك ما تلمسش ايه، ما تحطشك على حاجه. قال لي طب همسك البتر فلاي ده. قلت له لا، حط ايدك عادي، لان الطياره كلها كنترول لوكد معايا. فيعني ما انت مسكت او عملت الطياره في ايدي انا، مليون في الميه، مليون في الميه بدون اي مناقشه. فان واحد يقول والله ده هو اللي سايق الطياره، واحنا معلش سوري مع احترامي طبعا لمهنه السواقه تمام، لكن احنا المصطلح اللي بين الطيارين عموما ما بقولش انا بسوق طياره، ظهر بسيط بالطياره. فده مش حتى لما اتقالت في الفيديو الناس الطيارين يعني ايه بسوق الطياره. طيب انا من سوء حظي ان الكوبايلوت كان قام، وانا بصراحه اتفرجت ان بس خد صورتك، لان يا كتير ناس يا استاذ عمرو انا اتصورت مع حضرتك في الطياره. لكن ما كنتش انت قاعد على الكرسي، لكن الحمد لله ان انا لان انا 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 تبقى حاجه جميله بالنسبه لي وذكرى حلوه ان انا اتصور مع حد زي حضرتك، مع حد زي الله يرحمه سنين هيكل، زي الناس القامات الكبيره الدكتور مجدي يعقوب، الواحد بيحب يتصور مع الناس.